هل شاركك في هذا التوجه أو شاركتك المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري؟ طبعا بالتأكيد كنا يعني بنلاقي بعض في 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 كتير من الأفكار اللي بتشغلني، ولما كنت بتكلم معاها فيها كان هي كمان بلاقي انها بتشغلها طبعاً بنفس الطريقة أو العكس، ممكن يبقى هي الفكرة بدأ من عندها وبتلاقي صدى عندي، لأنه في الآخر احنا كنا عاملين فريق عمل يعني متناغم وعندنا فعلا هموم مشتركة. طب على مدار السنوات هل يعني اكتشفتي أو لاحظتي أنه الأعمال الفنية فعلا من الممكن أن هي يعني تحرك يعني جموع الناس في التفكير بشكل جديد وتغير القوانين وتغير التوجهات في الدولة؟ هي بتأثر، أو على الأقل في تجربتي الشخصية برضو عشان يعني هتكلم عن اللي أنا عارفاه، في عملين أو ثلاثة من اللي اشتغلت عليهم عملوا التأثير ده. أولهم كان تحت السيطرة، إخراج تامر محسن. المسلسل ده كان عن الإدمان. أنا فاكرة كويس جدا جدا في بداية عرض المسلسل لما كنت بروح مدرسة ابني، كانت الأمهات بعضهم بيلومني انتوا ليه بتعملوا المسلسل ده، عشان في البداية كان في قصة الحب ما بين الشابين اللي هم كان أحمد، كان يعني محمد فراج وجميلة عوض، انه احنا كأننا بندي مثال ايجابي عن الادمان. فانا كنت بقول لهم استنوا بس للاخر. فلما وصلنا للاخر لا، حصل تأثير مجتمعي. اولا حصل جدل حوالين الموضوع، وده مكسب. الرابطة اللي هي بتاعت الان ايه اللي هم عشان المتعافين، يعني المتعافين من الادمان، قالوا لنا انه عامة كان بيجي لهم عشرات المكالمات في الشهر في التوقيت بتاع بعد رمضان، جالهم مئات المكالمات. أظن لو أنا فاكرة الرقم كويس كان 3000 مكالمة أو حاجة لناس عدد كبير عايزة تتعالج. فده تأثير، ده تأثير مهم.